بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم كلام في السياسة. النهاردة بنتكلم فيما يتعلق بشيء دولي، يعني شيء مش متعلق بمصر بالضبط، ولكن متعلق بدولتين شقيقتين، هما دولتي الجزائر والمغرب. نتحدث اليوم عن طارق ابن زياد، أو مسلسل فتح الأندلس اللي بيحيي خلاف ما بين المغرب والجزائر حول جنسية وأصل طارق ابن زياد. القصة باختصار ان في مسلسل كويتي اسمه فتح الاندلس، بيتكلم عن فترة فتح الاندلس وفترة القائد المسلم العظيم طارق ابن زياد. المسلسل بينسب طارق ابن زياد تماما الى دولة المغرب، اما فخرجت اصوات مطالبة من الجزائر، اصوات جزائرية بتقول ان طارق ابن زياد جزائري. والكلام ده حدث حتى من قبل عرض المسلسل في رمضان الحالي، فأصبح خلاف، هو خلاف ليس خلاف سياسي، ولكن هو خلاف على صفحات السوشيال ميديا بشكل كبير، خلاف أشبه بخلاف نشطاء من الجانبين، من الجانب المغربي ومن الجانب الجزائري، كل يدافع عما يراه صحيح، وكل يتحدث عما يراه هو من وجهة نظره أو مما يستند عليه من وثائق بأن طارق بن زياد ينتمي إلى تلك البلد أو إلى هذه البلد. رجعت أنا المصادر التاريخية فيما يتعلق بنسب طارق ابن زياد في ويكيبيديا. مكان المنشأ بتاع طارق ابن زياد مكان مولده بالضبط هو اللي مجهول، ويمكن ده اللي عمل الخلاف أو عمل الكلام حول طارق ابن زياد مغربي ولا جزائري. في ويكيبيديا نفسها طارق ابن زياد نسبه أو مسقط رأسه أو مكان مولده ده ما زال مجهول، محدش يعرف. لكن معظم المصادر التاريخية بتقول ان طارق ابن زياد ولد في منطقة جبلية من جبال المغرب، وان طارق ابن زياد انتقل بعد كده، وانه بينتمي الى قبيلة نفزة قبيلة نفزة دي قبيلة امازيغية طبعا، بتستوطن منطقة طنجة ومنطقة الناظور في المغرب الحالية. فده معظم المصادر اللي اتجهت، اللي قالت ان طارق ابن زياد كان موجود في ولد في جبال المغرب المحيطة بطنجة او ببعض المدن المغربية المعروفة، وانه هو بعد كده كان حاكم طنجة لما استعان به موسى ابن نصير بعد كده ان يقود الجيوش الاسلامية ويفتح الاندلس. طيب، هل في فترة طارق ابن زياد كان هناك حدود جغرافية متعارف عليها كما نرى اليوم؟ لا، الحقيقة لا، ما كانش في حدود. دي كانت منطقة اسمها أفريقية أو منطقة الشمال الأفريقي، وما كانش في حدود معينة، وأن هذه الحدود ظهرت بعد اتفاقية سايكس بيكو، اللي هي اتفاقية الاحتلال اللي قسمت الحدود ما بين الدول الإسلامية والدول العربية. طيب، معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان القضية، يعني انا بعتبرها قضية مفتعلة، لان في النهاية انت بتتكلم على حدود حدثت، او بتتكلم عن شخصية تاريخية، شخصية اسلامية تاريخية قديمة، وانت النهاردة بتتكلم عن حدود حديثة. فبالتالي التباين، او مسألة ان احنا نقول الى اي جانب ينتمي طارق بن زياد، مسألة هتبقى فيها ظلم للتاريخ وظلم لاي جانب من الجانبين، لان المسألة في النهاية هي كانت المنطقة كلها منطقة شمال افريقيا او ما الى ذلك، فكانش فيه الحدود المتعارف عليها بمفهومنا الحالي، يعني ما كانش فيه الاتفاقية بتاعت سايكس بيكو. هذا الكلام كمان اكده مخرج مسلسل فتح الاندلس محمد العنزي، اللي كتب تغريدة وقال الناس اللي بتتكلم عن الخلاف ما فيش خلاف اصلا، صحيح المسلسل بيقول ان طارق ابن زياد بينتمي الى المغرب، لكن احنا بنتكلم عن فترة او حقبة زمنية ما كانش فيها حدود بالمعنى المتعارف عليه، وما كانش موجودة اتفاقية سايكس بيكو، وان طارق ابن زياد في النهاية هو حاكم او قائد اسلامي عظيم، يجب ان احنا ينتمي لكل المسلمين، وكل المسلمين لهم حق في طارق ابن زياد، وليس دولة ولا اخرى. المسألة في النهاية انه ده شخصية تاريخية اسلامية، فبالتالي كل المسلمين لهم حق في هذه الشخصية التاريخية الاسلامية. انا بأكد على كلام محمد العنزي، بالفعل طارق ابن زياد هو شخصية اسلامية، شخصية تاريخية. ماذا تفيد قضية ان طارق ابن زياد جزائري او مغربي؟ ما لا تعني شيء، يعني ما فيش حد مشغول بقصة ان طارق ابن زياد جزائري او مغربي. فخلينا فيما هو موجود، يعني فيما هو موجود. المسلسل نسب طارق ابن زياد الى المغرب، ماشي، لانه هو استند الى مسألة وجوده في جبال محيطة بطنجة، وتولد في طنجة، وبعد كده كان حاكم طنجة، وانه هو بينتمي لقبيلة نفزة وحاجات من هذا
هذه من هذا القبيل. لكن في النهايه زي ما احنا قلنا طارق بن زياد قائد اسلامي يحسب للمسلمين جميعا. كثير من القواد المسلمين ما حدش يعرف هم اصلا نسبهم ايه. طارق بن زياد نفسه مختلف حتى على نسبه. صحيح معظم الاراء بتذهب ان طارق بن زياد امازيغي، لكن اراء ثانيه اخرى بتقول ان طارق بن زياد فارسي، وهناك اراء بتقول ان هو عربي. وبالتالي المسائل الخلافات حول الشخصيات التاريخية لا تثير جدوى، يعني ليست لها داعي أو جدوى. فبالتالي طارق بن زياد هو مسلم أمازيغي عربي كأي مكان، جزائري مغربي أي مكان. طارق بن زياد في النهاية هو بيمثل أمة الإسلام عموما، وأحد الفاتحين العظام في التاريخ الإسلامي. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.